حفز حفز كثير لاعبين، ان شاء الله لاعبين يردوا لهم الكره اليوم. اللقاء كلمه قبل اللقاء هذا. لقاء شو نقول لك، لقاء هذا اسطوري كما يقول لك على الساحه الوطنيه. المقابله غادي تكون كما يقول لك صعبه على كلا الفريقين، يكون محضر بها كما يقول لك معنويا وبدنيا وفنيا يفوز بالمقابله. واش تقول للجمهور الرائع هذا؟ صافي بليزير باش نشوف الشعب كيما هكا كيما يحفزونا معنويا، ان شاء الله احنا ما نبخلوش عليهم في اللقاء. ان شاء الله انا نتوقف على الفيديو. واش تقول للجمهور الرائع كيما؟ ان شاء الله كيما فرحونا بهذه الايمان، ان شاء الله فرحونا. يا خويا ان شاء الله نربحو يا خويا. ملي العام اللي فات في السمعه الشبيبه، واش هو الاحساس اللي كان عندك العام الماضي؟ هل هو نفس الاحساس؟ يا خويا نفس الاحساس، صافي بليزير اجاني حق لا فينال، ان شاء الله نكونوا في نهار اليوم ونربحو يا خويا.